نرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ما زلنا مع رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، وما زلنا نتحدث في الملف الرياضي. وصلنا إلى المباراة النهائية، مباراة القرن، لأول مرة فريقين من دولة واحدة في النهائي. مباراة كانت كبيرة أمام فريق الزمالك. هل تحدثت مع اللاعبين قبل المباراة؟ وإذا كان في حديث، ما هي الرسائل اللي وصلتها للاعبين؟ الرسائل اللي ممكن أكون أضيفها للأولاد إن إحنا تعبنا جدا طول السنة، وصلنا للمحطة النهائية. أنتوا أفضل من خلال الموسم كله ومن خلال جميع المباريات اللي لعب في أفريقيا، أنتوا أفضل مجموعة موجودة، أنتوا أفضل لعيبة موجودة في القارة. محتاجين نبقى هاديين ومركزين، هاديين وعندنا إصرار، هاديين وعندنا قوة في الأداء، هاديين وعندنا تركيز كامل مع كل كلمة بقولها المدير الفني. لأن أنا كنت أحس إن الأولاد مشدودين زيادة عن اللزوم، فكان مهم قوي إن إحنا نوصل الرسالة دي. ومش أنا بس، على فكرة لما إحنا بنتكلم أنا لازم أتكلم مع المدرب الأول. أنت بتتكلم معاهم إزاي؟ عشان أنا لو أضيف على كلامه، ما يبقاش إحنا كل واحد بيتكلم في سكة يعني. هو ومديره طبعا الكابتن سيد مدير الكرة كمان. ركزنا على ان احنا افضل مجموعه، لكن مباراه كبيره مع نادي كبير، نادي الزمالك طبعا. ده موضوع بيشرف الكره المصريه، لكن احنا عندنا امل كبير جدا جدا في البطوله، وانتوا ان شاء الله السبب في ده، وانتوا اللي هتشتغلوا للامل ده. كل واحد يعمل اللي عليه، والتوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. ايه اصعب لحظه مرت عليك في الماتش؟ بعد الهدف الاولاني بتاعنا، رغم انك المفروض تفوز. انا عارف الولاد تفرح. انا بص، انا في الكوره انا بقعد اعمل كده وما بنطقش كلمه يعني، ما حدش، حتى الناس كلها بتتنطط، وانا كل جوايا بس. لكن انا مش من النوع اللي يعني ليه قلقت بعد الهدف؟ بعد الهدف لان انا كنت برضو من الاحساس اللاعب، انا كان عندي طموح كبير جدا في البطوله دي، الهدف قربني من الطموح ده، فكنت خايف عليه. فانا ده اللي انا تحليلي بس للموضوع. القلق والخوف ده كويس خلاني انا اتراجع شويه في الاداء، مع ان انت اول لغايه الهدف انت كنت ماشي كويس. بعد الهدف الاداء بقى يعني في عدم اتزان شويه، فلغايه ما خلص الشوط الاولاني وتم التعادل بتاع جول الزمالك. لما التعادل جه انا حسيت ان ده كويس، لان ده هيخلي لعبتنا الشوط الثاني حاجه ثانيه، وده اللي حصل الحمد لله. الاولاد الشوط الثاني عاملين شوط كويس، يعني استطاعوا يوصلوا، عشان كده ربنا كافئهم في اخر خمس دقائق. مش كافئهم عشان المباراه دي او عشان الشوط الثاني، كافئهم لان مخلصين، لانهم رجاله، لانهم قدموا كل الامور السليمه طول مشوار البطوله. تعال احكم على البطوله كلها من اول مباراه لاخر مباراه، شوف اداء الاهلي عامل ازاي على كل البطوله مقارنة بالفرق الأخرى. بعد صافرة الحكم محمود الخطيب ذهب يسجد بعد المباراة، تذكرت مين في اللحظة دي؟ أشوف أنا يعني الحقيقة بعد المباراة مباشرة أنا يعني طبعا فرحان جدا، لقيت أعضاء مجلس الإدارة كلهم جولي وكلهم بيبكوا، يعني في بكاء شديد يعني، كلهم معظمهم طبعا. كانوا مضغوطين؟ نعم؟ كانوا مضغوطين؟ أكيد كلنا مضغوطين. أوكي. كل جمهورنا كله مضغوط، بس الحمد لله رب العالمين يعني. أوكي. فلقيت المشاعر دي خلتني أتذكر، وأنا الموضوع ده أنا يعني حصل معايا في مباراة سان داونز هناك، لأن بعد خسارة سان داونز السنة اللي فاتت، ثم دعم جمهورنا، ثم رجالتنا ولعبتنا برضه في سان داونز، يعني قاموا مباراه الهلال مثلا كانت مباراه صعبه جدا، سوداني الشقيق بالنسبه لنا، وكانت مباراه يعني فيها حساسيه كبيره جدا، كنت لازم اكون موجود بحيث ان انا يعني اكون موجود اول واحد يعني. ثم سان داونز هناك، انه بعد الخساره وبعد دعم من خلال دعم الجمهور بتاعنا بقى وثقه اللعيبه ترجع لهم، السنه اللي بعديها اللعيبه بتصمم، وكانوا سعداء جدا ان احنا رجعنا نلعب سان داونز تاني. اللعيبه كلها بيكلموا بعض،
الفرصه جت لنا رجاله مش عارف ايه كده يعني. فالحمد لله ده اتحقق في صن داونز. بعد نهايه السفاره كنت انا قاعد لوحدي في المقصوره بس هناك جنوب افريقيا. انا ورئيس النادي يعني كل واحد قاعد حتى في جنب لوحده كده. فساعتها سجدت لله شكر ان انا كنت يعني بقول لك اقل حاجه ممكن تعملها انك انت ازاي تحاول تشكر الله سبحانه وتعالى يعني. فبعد ما مشاعر بعضها مجلس اداره في يعني بعضهم بيبكي فانا بعد ما خلاص يعني هنينا بعض اول ما قمت على الكرسي سجدت افتكرت لحظه بتاع سان داونز فسجدت السجده دي وخلاص الحمد لله يعني. بعد الفوز على سان داونز حسيت ان الاهلي راح ياخذ البطوله؟ انا حسيتها في يقول لك يوم مباراه سان داونز اللي كسبنا فيه 1-0 في برج العرب حسيتها من الجمهور. الجمهور بالشكل ده، اللعيبه بالاصرار ده، الامكانيات اللي متوفره للاولاد، الحب اللي بينهم وبين بعض، لا احنا رايحين في اتجاه بطوله ان شاء الله. ما قلتش في لحظه من لحظات في مشوار البطوله ان الفريق ممكن ما يحققش البطوله في ظل بعد كورونا والاحداث اللي مر فيها العالم؟ بص يا استاذ يعقوب، دي كوره، دي كوره، الكوره دي مدوره، انت اعمل اللي عليك والتوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. ما هو التوفيق مش هيلازمك بالايجاب طول الوقت، لا هيجي مره برضه انت التوفيق ده مش هيبقى معاك، لكن انت اعمل اللي عليك مره وخليك مصر انك انت دايما تقدم الصح ودايما تعمل اللي عليك. اكيد ربنا سبحانه وتعالى الاخلاص في العمل ربنا بيكافئ الناس. قبل يومين كنا نشوف كنت معاك في التمرين، شفت حاجة عجبتني قوي ودي مش جديدة على الأهلي ومبادئ الأهلي وقيم الأهلي. وليد سليمان كابتن فريق الأهلي يهدي ميدالية البطولة، ميداليته هو الخاصة فيه، يهديها لرئيس النادي في مشهد جميل بصراحة. شوف أما كلهم الحقيقة أنا بعتز بهم كلهم، كلهم ولادي يعني. وليد يعني عمل شيء أنا بشكره جدا بس أنا مش موافق عليه، لأن الميدالية دي حقه وحق أولاده، والميدالية دي يعني إن شاء الله تكون وصلت له دلوقتي هي وهدية، لأن ده لازم يعلقها في بيته، لازم أولاده يفرحوا بيها، ولازم أحفاده بعد كده يفرحوا بيها ويفخروا بيها. الحمد لله ربنا رزقني بالميدالية دي أكتر من مرة، لازم يحطها في دولاب. لكن المشاعر دي مش بس وليد، لما ألاقي كل معظم اللعيبة اللي كلهم بيبقوا كابتن إحنا بنشكرك يعني، مجرد المشاعر دي خلاص هو ده اللي بالنسبة لي أفضل حاجة. أنا دي هديتي أنا الخاصة يعني، لكن الميدالية بتاعت وليد، بتاعت ولاده، بتاعت أحفاده، يسعد بيها هو وإن شاء الله وأسرته لآخر العمر يعني. أتمنى من ربنا إن ربنا يدينا البطولة دي وأكون متواجد وأهدي لحضرتك الميدالية دي قدام الناس كلها في الإستاد، علشان إحنا كلاعيبة كنا متحملين مسؤولية نفسنا والفرقة، لكن حضرتك كنت تحمل مسؤوليات حاجات كتير جدا، واكتر حد فينا كنت شايل حمل تقيل، بس ربنا ما عوضش ان انا اكون موجود في النادي. قلت ده لحضرتك. طب بقى خلاص انا كده يا معلم. لا والله، لا والله من عندي، اصل عندي امتحان. ماشي بس اديني ان انا كابتن. الاهلي مختلف، طبعا مختلف، ولولا انه استثناء ما صنع كل هذا التاريخ، لولا أنه استثناء ما أصبح قلعة للأوفياء. الأهلي مختلف في كل شيء، في الإدارة، في النجوم، في القيم الحاكمة، في العمل. الأهلي مختلف، لذلك أصبح نافذة للأمل. هنا في مصر في الطرقات المزدحمة وفي وقفة العشاق على الكورنيش ولقاء السمار حول أغنية لأم كلثوم أو عبد الحليم، وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وحتى في التفاف التلاميذ حول طاولة الدرس لن يخلو الحديث من الكرة، فالكرة في مصر صنف على الطاولة من أصناف الطعام، ومشروب أثير كعصير البرتقال والرمان، وهي في أولويات العروس وطلبات الزفاف.
هي من أدوات العامل، وفأس أخرى في يد فلاح. الكرة في مصر نافذة على الأفراح، في مصر عشرات الأندية، منها من ينافس ومن يكابد، من يهبط ومن يعود، لكن الأهلي مختلف. الأهلي في مصر هو الكبير، هو الأثير، يستحوذ وحده على نسبة كبيرة من الجماهير. والسبب ليس فقط في مجرد انتصار، السبب الأهم إنه في مقدمة الكبار. السبب ليس في مجرد بطولة أو كأس، وإنما في إنه ناد روض المستحيل واليأس منذ أكثر من 100 عام، وهو ينسج تفاصيل قصة أسطورية كتبها بالعرق وبالكفاح، وكتبها بإبداع النجوم، فأصبح خريطة أخرى يمتد فيها اللون الأحمر في ربوع مصر من أسوان إلى السلوم. الأهلي في مصر وفي أفريقيا كلها مختلف، لأنه مع مر السنين تحول إلى كيان لا تؤثر فيه مباراة ولا أن يرحل لاعب أو مدرب أو الاثنان. الأهلي كرة القدم وكل اللعبات الأخرى التي تسيدت المشهد أيضا في تناغم مبهر غطى المسابقات باللون الأحمر. الأهلي أساطير تكتب تاريخه عبر السنين منذ الإنجليزي ميشيل أنس، مرورا بعزيز عزة باشا وعبد الخالق باشا ثروت وجعفر والي باشا وأحمد فؤاد أنور وأحمد حسنين باشا وأحمد عبود باشا وصلاح الدين الدسوقي وعبد المحسن كامل مرتجي وإبراهيم الوكيل ومحمد عبد صالح الوحش وصالح سليم وحسن حمدي ومحمود طاهر، وصولاً إلى أسطورته الخالدة ورئيسه الحالي محمود الخطيب. أجيال بتسلم بعض تاريخ مكتوب والكل في واحد، ونتيجة أن النادي الأهلي المصري بقى رقم واحد، العالم شاهد على أمجاده وإنه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده. واحد واحد أسماء لأعلام، أسماء لرجال ناديهم بهم يختال، جعلوه قلعة للأبطال. لماذا الأهلي مختلف؟ السؤال هو الإجابة، لأنه منذ البداية راهن على ذلك، على أن يكون استثناء، أن يصبح أسطورة مصرية ليس أبداً كالبقية. جرب أن تقترب من تجربة الأهلي، أن تقرأ عنه، فتش عنه أكثر في القلوب وفي التاريخ، ستجده أكبر كثيراً مما قد ترى. الأهلي مؤسسة كبرى، أضخم من أسوار وأعمق من قرار. الأهلي دولة الكرة في مصر وفي أفريقيا، يسبق البقية بسنوات ضوئية. كل فرد فيه يعرف ما له وما عليه، كل فريق لديه نصف معادلة النجاح. إنه الأهلي. الأهلي ليس مجرد ناد يلعب فيه 11 لاعبا في الكرة أو نجم في لعبة فردية. الأهلي منظومة وإرث من العمل والجدية والانضباط. الأهلي لديه أهم شيء يمتلكه الأبطال، القيم والمبادئ. لديه دستور هو في الرياضة أشبه بالنور. القلعة الحمراء باتت غير قابلة للمد والجزر، يحدث ما يحدث، تفوز أو تصيبها كبوة، لا يهم، الأهلي يمضي. والمد الأحمر بات خانة في شهادات الميلاد وموعداً، وإن غاب لا يأتي إلا بالأعياد. الأهلي مختلف. أتريد أن تعرف حقاً لماذا؟ راقب طفلاً يزهو بعلم أحمر على وجهه، يقطع موعداً مع الأب في مقعد دافئ في التلت شمال. راقب الشوارع في كل أيام الأهلي، كل الخلافات مؤجلة، كل الغضب، ربما كل الأحزان. الأهلي
كفيل بأن يغير كل الألوان. الأهلي في مصر هو العنوان. نستمر مع الكابتن محمود الخطيب ونذهب إلى جانب آخر غير الجانب الرياضي، نذهب إلى كورونا وما حدث في العالم من جراء هذه جراء هذا الوباء اللي عم العالم كله. كل يعني في ظل كورونا الأهلي يقدم والأهلي ينجز والأهلي يتميز، المعادلة أنا شايفها صعبة شوية. شوف والله كان الحقيقة يمكن لازم كل العالم متأثر إلا الأهلي. لا الحمد لله احنا متأثرين على مستوى البطولات. لا الحقيقة كانت ظروف صعبة جدا جدا يعني، وكان الحقيقة كان في رؤية، ورؤية أنا يمكن يعني مقدر جدا جدا لجميع معظم الأندية المصرية اللي كانتش عايزة او مش يعني شايفه ان البطوله ما تستكملش والكوره ما تستكملش في الموسم ده، لكن النادي الاهلي كان ليه وجهه نظر معينه ان لازم الدنيا حياه تمشي ولازم البطولات تستمر ولازم الدنيا يعني تجري، والناس اللي بتاكل الناس اللي يعني اكل عيشها من من العمل في كره القدم لازم الدنيا العجله تسير يعني. الحقيقه يمكن انا هنا برضو بس عايز ده كان وجهه نظر بعض من الانديه ووجهات نظر مختلفه من بعض الانديه من النادي الاهلي وبعض الانديه ومعظم الانديه الاخرى يعني، وده شيء انا بقول لك مقدر جدا لان انا عارف ظروف كل الانديه وهم الحقيقه كانوا بيتكلموا من منطلق برضه سليم وصحيح يعني، لكن سليم وصحيح وفي نفس الوقت البلد بقى تمشي ازاي. هنا كان الحسم، وده لازم نرجع بقى الفضل لاصحابه يعني، الحسم في الموضوع دوت الدوله المصريه. الدوله المصريه ممثله في مثلا مجلس الوزراء، ممثلة في قواتنا المسلحة، في الشرطة، ازاي النشاط يرجع وازاي الحقيقة بذلوا مجهود كبير جدا جدا ان احنا الحياة ترجع تاني تحت كل الضغوط الصعبة جدا. كل دوت طبعا تحت اعتقد قيادة حكيمة جدا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني في هالنقطة يعني اليوم احنا نتكلم عن 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 كورونا ونتكلم عن التأثير على مستوى وما يمر به العالم. أنا اليوم في مصر أشوف شوارع، أشوف أنا عايز أكمل بقى ده، أشوف منشآت، كنت عايز أكمل ده. تفضل. حتى السيد الرئيس يمكن مع يعني مجلس الوزراء ومع جميع الجهات المسؤولة في الدولة بإشرافه وبتوجيهاته يعني، أنت شايف النهاردة مشاريع كبيرة موجودة في البلد، شايف استقرار أمني موجود، شايف نهضة طرق وبتاع يعني حقيقة واضحة جدا على كل المستويات، شايف ازاي هناك علاقات داخلية وخارجية على مستوى عالي، فانت الدولة بتتحرك لازم احنا كلنا، وعلاقات خارجية على مستوى عالي جدا، لازم كلنا نساند هذا الامر ولازم كلنا ندعم ده، وندعم ده بحبنا لبلدنا بثقتنا في القيادة. الحقيقة اللي انا شايف ان في قيادة فيها حكمة وفيها قوة إذا لزم الأمر. أظل مع 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 النادي الأهلي ومع كورونا، بطولات، مداخيل زيادة، طفرة إنشائية، وأنا أتكلم في وضع في عام فيه كورونا يعني. اليوم النادي الأهلي كل الرواتب الموظفين تصرف في 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 وقتها، كل الموظفين ماخذين رواتبهم بشكل كامل. ما تأثرتوا اقتصاديا احنا تأثرنا جدا، لكن علينا الحقيقه يمكن كل مجلس اداره النادي الاهلي وبيضع السياسات لقياده النادي الاهلي من اول يوم، واحنا يعني مصرين ان جميع العاملين في النادي الاهلي يعني يتطوروا مرتباتهم تتطور، يتطور مستحقاتهم الماليه تتطور. لما جت موضوع كورونا كان اول قرار لمجلس اداره لما اجتمعنا مع بعض ان ما حدش يتمس، ولا عامل ولا موظف ولا لاعب ولا مدرب ولا اي حد بيعمل تحت مظله النادي الاهلي يمس ولا يتاثر بظروف كورونا.
الى لغايه فين الله اعلم. احنا طبعا ده كان القرار ان احنا اول شهر ثاني شهر ثالث شهر، عشان كده الحاجه الوحيده بس كل الناس مرتباتها ماشيه زي ما هي ما عدا اللاعبين كويس والمديرين الفنيين اللي هم مرتباتهم كبيره يعني. قسمنا المرتب بتاعهم ما تخصمش منه حاجه، لكن اتقسم على اربع شهور بدل شهرين، كان فاضل شهرين في الموسم عملناهم الاربع شهور عشان بس يبقى في سيوله للموظفين والعاملين. هي دي الروح اللي ممكن توجد بطوله، هي ده اللعيبه لما تساهم، بس ما ساهمتش ساهمت بوقت بس، يعني بدل ما ياخد فلوس دلوقتي خدها على فترات. الامر دوت المجلس اداره وصل له وناقشناه كويس ورجعنا الاداره الماليه بتاعتنا وحطينا السيوله الموجوده قد ايه، نقدر نستحمل كده قد ايه، نقدر نستحمل كده اربع شهور، فاحنا عملناها على الاربع شهور. لكن الناس اللي اتقسمت بس مرتباتهم او حقوقهم الماليه هم زي ما قلت لحضرتك اللاعبين والمدربين اللي هم ليهم رتبات كبيره، بس اتقسمت بس لم تخصم لا خالص ولا مليم اتخصم من حد. هو ده النادي الاهلي وده حق العاملين علينا وحق المدربين علينا وحق اللاعبين علينا. يمكن المدربين الاجانب كان ساعتها فايلر موجود ما تمش منهم حتى ما تمش التقسيمه دي، يعني هم فلوسهم اتاخدت مره واحده يعني، لان دي برضو مدربين اجانب. وكان ساعتها سالنا طبعا في الاتحاد الدولي لو احنا حصل نخصم، لو حصل لو في رؤى كده يعني، قال لك بالتفاوض. فاحنا النادي الاهلي مش هنخش تفاوض ونختلف، نعمل الصح ونحاول بقدر الامكان نوفر احنا كنادي اهلي وكمسؤولين احنا ليه موجودين في مكاننا، يعني موجودين في مكاننا عشان ظروف الصعبه اللي زي دي، ان انت لازم انك انت تفكر ازاي يبقى عندك ابتكار في موارد جديده، فكر ازاي تدرس الامور السيوله اللي عندك وازاي تقسمها صح عشان ما حدش يتاثر. فده اللي حصل الحمد لله وعدت المرحله دي وداخلين على مرحله جديده. اتمنى بقى ان احنا ان شاء الله الامور تتلم تاني تبقى حاجه كويسه باذن الله. مجلس اداره النادي الاهلي كان يقود قرار عوده النشاط الرياضي من جديد، كانت هناك تفاصيل كثيره لعوده النشاط كابتن، كيف كان التنسيق بين مع مؤسسات الدوله لعوده النشاط لعوده الحياه الرياضيه من اجل مصلحه الجميع؟ لا احنا ما كانش في تنسيق، احنا تنسيق مع مؤسسات الدوله، احنا طبعا النادي الاهلي بيشرف يعني ان هو احدى الجهات اللي يعني تمثل الرياضه بعمق كبير جدا في الدوله المصريه وعلى المنطقه العربيه والافريقيه، وده شيء والعالميه كمان، ده شيء بيسعدنا وشيء بيشرف النادي الاهلي. لكن احنا علاقتنا كل مؤسسات الدوله علاقات طيبه الحمد لله رب العالمين. يمكن من فتره زمنيه اللي انا كنت اتكلمت فيها الحته بتاعت كارتيرون ومارتن نصرتي كان في شويه بعض يعني وجهات نظر اسميها كده وجهات نظر مختلفه شويه، عشان كده كان لينا مواقف مع اتحاد الكره السابق. لكن الاتحاد يعني الكره الحقيقه يمكن عارفين برضو الظروف الصعبه اللي بيشتغل فيها الاتحاد الكره الحالي، كان لينا مواقف وكان لينا مواقف واضحه جدا في والحمد لله رب العالمين. النادي الاهلي لما بياخد موقف درسه كويس جدا ويبغي منه المصلحه العامه مش مصلحه النادي الاهلي، مصلحه الكره كويس. يعني مثلا سي مثلا عشان تبقى الامور فيها اكثر وضوح، يعني البطوله الافريقيه في مصر وكان الدوري كان صعب جدا اللي انا اتكلمت عليه، الدوري اللي انا اتكلمت عليه كان وجهه نظرنا الدوري يخلص قبل البطوله الافريقيه، لانك انت هتاجل البطوله الدوري 40 يوم عشان فاضل ماتشين خلصهم قبل البطوله الافريقيه. عشان ده اختلفنا، والحقيقه الاختلاف ده وصل لمرحله مش يعني النادي الاهلي خد ساعتها قرار بهذا الامر ووصلنا لاتحاد الكوره لجنه التظلمات، وبعدين رحنا للجنه التسويه في اللي هي خاصه ب مشينا الخطوات القانونية، والحمد لله اتحقق للنادي الاهلي بقى اول مره تحصل ان يكون هناك غرامه على اتحاد الكوره لصالح النادي الاهلي، الناس اقتنعت بوجهه نظر النادي الاهلي، وكمان ربنا كرمنا الحمد لله ببطوله. يعني هو ده اللي احنا يمكن وجهات النظر، لكن النهارده لما تيجي الحقيقه برضو في نجاحات لاتحاد الكوره وفي نجاحات للجنه الحاليه الموجوده، اهمها موضوع مثلا تطور اللوائح، تطور مثلا موضوع الفار، واللي انا نفسي ان هم يتطور زياده الحكام لازم تاخد حقوقهم اللي يجب يحصلوا عليها كويس، عشان الحكم ده يبقى منفصل تماما عن يكون مستقل تماما يعني. فاتمنى ده يكون من برضو التطوير اللي جاي، لكن الحقيقه الناس الفتره الاخيره شغالين كويس وعاملين دورهم كويس وبيحاولوا مجتهدين، وده امر جيد. انت طالما بتبتدي انت بتبغي المصلحه العامه برضو امر جيد جدا يعني.
بذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، قبله نشاهد أيضا هذا اللقاء الخاص مع اللاعب المميز علي معلول. كابتن مساء الخير، اخبارك؟ عايشك عايشك برشا. الف مبروك البطوله كابتن. الله يبارك فيك. شو تعني لك البطوله هي؟ البطوله بالنسبه لي اهم بطوله في المسيره متاعي، خصوصا مع النادي الاهلي اللي البطوله غايبه عليه من 7 سنوات، والحظ اللي كان مش معايا في النهائيين اللي قبلها ما كنتش موجود. انت ما كنت موجود، كنت مصاب. فالنهائي الثالث بالنسبه لي كان حلم كبير، الحمد لله قدرت اني نلعب المقابله ونكسب اللقب ده. في فتره قصيره علي معلول صار معشوق جمهور الاهلي، كيف وصلت لهالمعزه وهالحب الكبير؟ اول حاجه الحمد لله، يعني إنسان يربح حب الجماهير الكبيرة متاع النادي الأهلي، تتكلم في 70 مليون ما شاء الله، يعني حاجة تعني لي الكثير، والحمد لله يعني مش بالسهل أن أنت تكسب بحب الجماهير متاع النادي الأهلي، لكن بالشغل وبالانضباط وأخلاقك تخلي الناس هذه تحبك وتعمل لك احترام، والحمد لله يعني بالاحترام متبادل ما بيني أنا كلاعب وهم كجماهير، ان شاء الله من حسن الى احسن ونكون دائما عند حسن الظن نتاعهم. 2006 كابتن، يوم لعب الاهلي مع الصفاقسي، انت كنت وين؟ كنت تشوف المباراه من المدرج ولا؟ المدرج. في المدرج. شو كان شعورك وقتها؟ لا، هو الجيل بتاع نادي الصفاقسي في سنه 2006 كان من احسن الاجيال اللي موجوده في تاريخ النادي، يعني عملوا مقابله كبيره في الذهاب مع النادي الاهلي ومقابله العوده، لكن هو سوء الحظ اللي ما كانش موفق في اليوم هذاك، كانت حسره كبيره بالنسبه للشارع الرياضي التونسي كله، خصوصا جهه صفاقس، لكن هذيك هي كره القدم، كانت حسره كبيره وان شاء الله تتعوض ان شاء الله. علي، تلعب في نادي كبير مثل النادي الاهلي، انت مثل ما قلت 70 80 مليون يشجعوا الفريق، بالاضافه الى مشجعينه في الوطن العربي والافريقي. شو يعني للاعب كره قدم انه يلعب في الاهلي؟ لا، النادي الاهلي فريق بطولات، تاريخ بطولات وتعمل تاريخ، يعني الحمد لله انا في اربع سنوات مع النادي الاهلي حققت 9 بطولات، ولسه ما زال فما بطولات اخرين ان شاء الله، لكن اللي يلعب في النادي الاهلي يعرف قيمه البطولات، يعرف انه في فريق اليوم كسب بطوله بكره يطوي الصفحه وعنده بطوله اخرى، يعني حاجه تخليك يعني تطلع في الليفل، تعدي ليفل ثاني مع يعني النظام والسيستم. النظام لا هنا كل حاجه ماشيه بمبادئ وفي نظام وفي سيستم معين ما ينفعش تعديه، فكل حاجه ما شاء الله يعني مظبوطه في النادي. وجود رئيس النادي معاكم خاصه في المباريات المهمه، إيه أهمية هالموضوع؟ لا، هو الكابتن محمود الخطيب هو أسطورة من أساطير الكرة المصرية، يعني تاريخ كبير ورمز من رموز الكرة المصرية، رئيس يعني خلافاً على الكرة هو رئيس عنده شخصية، عنده الهيبة بتاعه وعنده احترامه، يعرف يختار التوقيت الصحيح باش يجي يتكلم مع اللاعبين، نعرفه الفترة اللي كانت فيها كلام كثير على رئيس النادي، لكن هو دائما رده يكون بالنسبه للاعبين انه الرد يكون في الميدان، وهذا احسن جواب تنجم تقدمه للعباد اللي تتكلم على كابتن محمود خطيب، هو من الشخصيات المحترمه. انا فرحان ومبسوط اني تعاملت مع رئيس نادي كما كابتن محمود خطيب اللي نهدي له اللقب هذايا بعد السنه اللي تعب فيها برشا،
لقينا برشا نقد، لكن هو كان محترم وكان ملتزم، وهذه هي شخصية النادي الأهلي اللي هو يمثلها يعني. وأنت لاعب كبير، لاعب مميز، الله يخليك. نتمنى لك كل توفيق يا علي. الله يخليك، ربنا يخليك. شكرا لزوجك، الله يخليك.